السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي والت. فيديو النهارده مهم جدا، وركزوا في كل المعلومات اللي بتتقال في فيديو النهارده، لان الفيديو ده ممكن ما يتعملش تاني. ليه؟ لان الالوان اللي هتظهر معانا النهارده تعد من اشهر الالوان المستخدمه في مجال الريزن. طيب ليها استخدامات تانيه طبعا، ركز بقى معايا كده. المفروض اساسا ان انا في فيديو النهارده هقول لك كل المعلومات كامله ومتكامله. ايه هي الالوان المستخدمه في مجال الريزن؟ الالوان المستخدمه في مجال الريزن منها الوان المايكا، الوان البيجمنت، الالوان الشفافه، الالوان المعتمه، الالوان الميتاليك، الالوان الكحوليه، في الوان اسمها الوان تعريقات، في الوان منها برضو البودره المضيئه، ففي نوعيات كتيره من الالوان. من اشهر الالوان المستخدمه في مجال الريزن انك تلون بيها ماده الريزن الشفافه بتاعتك الوان المايكا والوان البيجمنت. الوان البيجمنت اساسا انا نزلت عنها فيديو من يومين، تمام؟ طيب النهارده هي الوان المايكا. الوان المايكا ليها اسم تاني تسمى بالوان الميتاليك. مايكا هي ميتاليك عشان فيها لمعان، تسمى ميتاليك علشان فيها برونز او لمعان او جليتر زي ما واضح وظهر قدام حضرتك دلوقتي. المتعارف لكل الناس في مجال الريزن او مجال الايبوكسي ريزن ان الالوان دي في منها مثلا 10 درجات، 20 درجه، بالكتير قوي 30 درجه، يبقى دي كل الالوان المستخدمه. انا النهارده او في فيديو النهارده هظهر لحضرتك 200 درجه من درجات الالوان دي. طيب البنات اللي بتتفرج عليا بقى، البنات اللي بتتفرج، الالوان دي شبيهه لايه؟ الالوان دي شبيهه لالوان الاي شادو اللي انتوا بتستخدموها. يبقى هنا بقى نركز في المعلومات اللي هتتقال. اول حاجه، احنا في مجال الريزن او مجال الايبوكسي بتاعنا احنا بنستخدم الالوان ديت علشان نلون بيها ماده الريزن بتاعتنا، وبناخد منها كميه بسيطه علشان نحصل على الدرجه اللي احنا عايزينها، وكميه اللون لا تتعدى 5% من الكميه بتاعتك بتاعت ايه؟ بتاعت ماده الريزن. لكن الناس لما بتيجي تفكر او بتشوف الالوان ديت، اول ما تمسك اللون تقول لك الا ده دي الوان الميك اب بتاعتنا، الوان الاي شادو. يعني احنا كده ممكن اساسا ناخد الالوان دي نستخدمها على وشنا ونعمل منها الاي شادو ونعمل منها الحاجات بقى اللي انتم بتسموها الهايلايتر ومش عارف ايه. الكلام ده غير صحيح، نركز علشان والله ما حد هيقول لك المعلومات دي، لان كل الناس عندها المعلومة المغلوطة ان الالوان دي هي الالوان المستخدمة لالوان الاي شادو. لا، بالفعل مش هي. هيتهيأ لكل البنات اللي بتتفرج ان دي الالوان اللي هم بيستخدموها، هي بالفعل الالوان اللي انتوا بتستخدموها بس غير معالجة طبيا. يعني ما ينفعش ان احنا نحطها على البشرة، الالوان دي الوان صناعية. وطبعا كل الميك اب صناعي، بس مش دي الفكرة. الميك اب اللي انتوا بتستخدموه في منه انواع وجوده مختلفه، في منه ماركات، في منه الكوبي، في منه الهاي كوبي، في منه اساسا اللي الكواليتي بتاعته كويسه وعاليه جدا زي الماركات زي فيكتوريا سيكريت، زي مش عارف، في ماركات كتيره قوي انتوا بتستخدموها في كبنات عموما وبتلاقي سعرها غالي ومبالغ فيه. انت كبنت لما بتروحي تشتري مثلا صباع الروج، في ممكن روج تلاقيه ب 30 40 جنيه 50 جنيه، وفي روج تلاقيه ب 400 500 جنيه. الفرق هنا ايه؟ الفرق في الجوده ذات نفسها. هتلاقي هي نفس درجه الالوان، بس انتوا كبنات فاهمين بقى، فاهمين ايه اللي ممكن يتحط على وشنا وايه اللي ممكن ما يتحطش. وكمان نركز، بشره البنات بتكون بشره حساسه شويه. انا هنا مش بتريق على الشباب والله، بس الفكره في البنات هما يعني الحاجة دي مهمة بالنسبة لهم. احنا كشباب بنغسل وشنا وخلص الحوار والدنيا تمام. البنت طبعا دي حاجة أساسية ومهمة في حياتها، تمام؟ ولا خلاف ان طبعا عن الموضوع ده، ان كل بنت عندها الميك اب والأدوات وبتستخدم ده وعارفة الفرق ما بين ده. وانت كولد على الله حكايتك ومش فاهم الفرق ولا عارف أصلا كل حاجة بأسمائها. أنا لحد دلوقتي ما أعرفش أساسا مسميات يعني بنسبة 50%. طيب انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه؟ بقول لك ان البنات بشرتها حساسه ليه؟ لان ممكن تكون في بنت بشرتها دهنيه، في بنت ممكن تكون بشرتها حساسه، ممكن لا قدر الله الالوان اللي انت هتستخدميها دي اللي انا بظهرها في الفيديو دي تكون فيها اي حاجه،
معرضة للأتربة، معرضة للمخاطر، ممكن تسبب لك التهابات، ممكن تسبب لك حساسية، ممكن تسبب لك مثلا إن وشك يحمر. هل وارد إن يحصل الكلام ده؟ ممكن أو ممكن لأ. طيب هل يا محمود في بنات بتستخدم الحاجات دي؟ عشان نقول بقى كل المعلومات كاملة، هل في بنات بتستخدم الألوان دي وبتعمل منها أي شادو وبتعمل منها ليب جلوس وبتعمل منها حاجات كتيرة قوي؟ أيوه. طب أنا نصحت، هل هما بياخدوا مني أنا؟ لا، ما بياخدوش مني أنا، بياخدوا من ناس تانيين. يعني قصدك كده يا محمود إن البنات اللي بتصنع الميك اب ممكن يكونوا بيستعملوا الألوان دي؟ ممكن أه وممكن لأ، بس أنا على المستوى الشخصي هقولك 80% أه، لأن طبعا الألوان المعالجة طبيا صعب الحصول عليها، وكمان هتلاقيها غالية أو مبالغ فيها. يبقى أنا هنا أو في فيديو النهاردة أو في المعلومات اللي أنا بقولها، أنا بنصح الناس لو هتشتغل في مجال الريزن هات الألوان دي. الألوان دي تعد من أفضل الألوان استخداما وتسمى بألوان المايكا، تمام؟ البنات اللي بيستخدموها في الميك اب هما بيسموها ألوان بيجمنت، هي بقى بتبقى عندهم المعلومة مغلوطة، هما مسمينها بيجمنت بس هي بالفعل اسمها مايكا، لأن فيها لمعان أو فيها جليتر والسائل بتاعها اسمه ميتاليك. أنا دلوقتي لما بدخل مثلا أشتري حاجة من بيج أو أشتري الألوان ديت من بيج، لازم يكون عندي المعلومة دي. يعني أنا دلوقتي لو أنا هشتغل في الميك اب لازم يكون عندي المعلومة دي، هل هي معالجة طبيا ولا لأ؟ يعني أنا هضر الناس ولا هفيدهم؟ يعني لازم تحطي في اعتبارك النقطة دي. لو مش فارق معاكي بقى بشرتك أو بشرة البنات التانيين أو الكلام ده كله، خلاص ليكي حرية الاختيار وممكن تشتري الألوان ديت وتقدري إن أنت تصنعي منها، بس دي حاجة بينك وبين ربنا بقى. طيب هل الألوان دي تنفع لاستخدامات تانية أو شغل تاني؟ طبعا في ناس كتيرة بتستخدمها لشغل تاني أو فنون تانية أو يعني مجالات تانية وحاجات كتيرة أوي. طب الشائع عندنا أو اللي القناة بتقدمه اللي هي قناة إيبوكسي وولد، إحنا بنقدم فن الإيبوكسي ريزن أو فن الريزن، فإحنا ملناش علاقة بأي مجالات تانية. يعني أنا أساسا موجود دلوقتي وبنزل الفيديو بتاع النهاردة علشان أوضح للناس إن في 200 درجة وفي 300 درجة وفي 500 درجة من الألوان دي، وكل الدرجات هتلاقيها مختلفة عن بعضها. لو بتتفرج ولسه معايا لحد دلوقتي، انت كولد هتلاحظ ان مثلا 10% او هنقول 30% من الألوان شبه بعضها، تمام؟ لكن البنات اللي بتتفرج دلوقتي هتلاحظ فرق ما بين كل درجة والتانية. يعني انت كولد عندك كل الألوان لونها أبيض، البنات عندها أبيض، أوف وايت، مش عارف سكري، في بيج، يعني عندهم الابيض في اكتر من درجة. انت عندك كل الالوان برضو ازرق، لا عندك في حاجة اسمها البيبي بلو، في السماوي، في الازرق، في الكحلي، في الموف، في الدارك بلو، تمام؟ يبقى انا هنا بوضح لحضرتك انت كولد هتلاقي ان الالوان كلها نوعية واحدة او فئات واحدة، انما البنت عارفة الفرق ما بين درجات الالوان وبعضها، تمام؟ طيب الالوان اللي ظاهره او واضحه قدام حضرتك دي هي الوان استخدام شخصي ليست للبيع، يعني دي الدرجات اللي هي عندي هوايه ان انا بجمعها، انا بقتني الالوان ديت لان بصراحه شكلها حلو جدا جدا جدا، وكمان انا بستخدمها في المجال بتاعي او بخلط بيها ماده الرزن. لو انت محتاج الالوان دي بس مش نفس الدرجات طبعا، في 30 درجه متاحين للبيع من ضمن الادوات والخامات، تقدر تكلمني على رقم الواتساب اللي ظاهر قدام حضرتك دلوقتي على الشاشة علشان تطلب الأدوات وكمان تطلب الخامات. لو انت بتتفرج عليا لأول مرة، القناة دي بتقدم عليها محتوى الريزن أو محتوى الإيبوكسي ريزن، وعندك القناة البديلة اللي بينزل عليها فن الكونكريت وكمان فن الشموع، يبقى انت عندك قناتين بينزلوا 3 فنون، تقدر انك تتابعني أي وقت وتشوف كل حاجة انت محتاجها. بالنسبة للناس المبتدئة اللي عايزة تشتري أدوات أو خامات، تقدر انها تتواصل برضو معايا، لان انا موفر حاجة اسمها باكج المبتدئين. الباكج ده فيه كل الادوات اللي انت هتستخدمها كمبتدئ بسعر 650 جنيه، والسعر قابل للتغيير اذا كان هيزيد او اذا كان هيقل، تمام؟ علشان لحد دلوقتي او لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي، في ناس بتدخل تكلمني على فيديو من سنتين ان الباكج كان ب 400 جنيه، للأسف طبعا الاسعار غليت وتغيرت وكل ده اتغير معايا زي ما واضح وظهر قدام حضرتك دلوقتي. 200 درجة من درجات ألوان المايكا. بصوا على المستوى الشخصي أنا بستخدم منهم حاجات بسيطة، أنا بحب أتفرج عليهم.
الناس اللي هتقول لي بقى اللون الابيض، اللون الابيض زي ما قلت لك في منه درجات، في منه الابيض اللي بيقلب على الوان زي الوان الطيف، في منها الاخضر الابيض الازرق الاحمر الموف الذهبي البينك، دي الوان من اللون الابيض لما بتخلطها بتديك لون تاني. والبنات عارفة المعلومة دي، بيكون عندها مثلا لون ابيض تروح حاطاه على وشها بيديها لون من الوان الطيف. دي عندنا في المجال بتاعنا اسمها الوان هولو او الوان بيرلي، تمام؟ في فيديو برضو موجود على القناة بيوضح الفرق ما بين جميع الوان الريزن وبعضها وازاي تفرق ما بينهم وازاي تشتغل كل حاجة او تحط الكميات اللي انت محتاجها. 200 لون رقم كبير جدا، صعب انك تلاقي فيديو زي ده بيوضح لك كل الالوان دي. وفي النهاية هأكد المعلومة تاني عشان يبقى اللي ما اتفرجش على اول الفيديو يتفرج على اخره، وهنقول تاني الالوان اللي ظهر قدام حضرتك دلوقتي هي الوان مخصصة لمجال الريزن. الالوان دي ليست معالجة طبيا، غير صالحة للاستخدام على البشرة، ما ينفعش ان احنا نعمل منها اي شادو او هايلايتر بقى زي ما انتوا بتسموه او ليب جلوس. بس في بنات بتستخدمها، بس دي حاجة بينها وبين نفسها بقى او بينها وبين ربنا طبعا، لان طبعا في بنات البشرة بتاعتها دهنية، بشرة حساسة، ممكن الالوان دي تعمل لك التهابات في الجلد، الله اعلم برضو، لان انا مش متخصص الوان، انا واحد شغال في المجال ده، لكن انا بحب اقتني الالوان وبعرف معلومات عنها. يبقى اللي ظاهر قدامك دلوقتي هي الوان مخصصة لمجال الريزن، وفي فيديو نزل من يومين عن الوان البيجمنت، وهننزل فيديو تاني عن الالوان الفسفورية، وكل فترة ان شاء الله هننزل معلومات اكتر وفيديوهات اكتر. اتمنى تكون المعلومة وصلت، واتمنى ان فعلا الفيديو يكون مفيد لكل الناس. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.